هنسجل ان شاء الله هو تسمعوا مني كل الجراحة بإذن الله، نظري، كلينيكال، أوبراتيف، اكس راي، حتى ريفيجن. هنتعلم ازاي نجاوب شفوي، هنتعلم ازاي نكتب نظري، ازاي نتصرف في بروبلم سولفينج. القصة دي هي سيستم اي اتش، سيستم الدكتور علي حسين. مرحبا بكم يا اولاد في السيستم، بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، ازيك يا اولاد؟ شابتر النهارده لمفاتيك ديس اوردرز. هناخد في محاضرة واحدة ان شاء الله طويلة شوية بس يخلص في محاضرة. أول حاجة أكيوت لمفانجيتس إن الليمفاتكس تحصلها إنفلاميشن، ما جاتش نظري أبدا في التاريخ بس أنت تعرفها. ده سورس إنفكشن أبريجا ما خدناش بالنا منها، دخل ستريبت مشيت على الليمفاتكس وتوصل للليمفونودز. كلينيكالي هتلاقي ريد ستريكس، تندر، هوت، بين، فيفر، الليمفونودز صح تكبر طبعا. وممكن تسابيوريت تعمل باس، التريتمنت أنتيبيوتكس. قاعدة أي انفلاميشن انتيبيوتكس، هوت فومنتيشن، لوكال ريست، حصل سابيوريشن، انسيجن ودرينج. ديفرنشال دايجنوزيس لمفادينوباثي انفلاماتوري. اكيوت نون ما فيش اكيوت سبيسيفيك، اكيوت نون سبيسيفيك، اكيوت سيبتيك جايه لنا دلوقتي ان شاء الله، وانفكتشوس مونونيوكليوزيس. اوعى تحسبها مش لا دي نون سبيسيفيك، دي مش غلطه في الكتاب. هو ايه الفرق بين نون سبيسيفيك وسبيسيفيك؟ سبيسيفيك يعني لما اخد بايوبسي الاقي في البايوبسي اللي يقول لي دي سببها كذا. النون سبيسيفيك لا، يقول لي دي انفليمد لينف نود فيها هايبربليزيا، فيها ليمفوسيتك رياكشن، انا بس ما اعرفش دي ايه، يبقى اسمها نون سبيسيفيك. اكرونيك نون سبيسيفيك هنتكلم عنها ان شاء الله دلوقتي، يا سبيسيفيك بكتيريال تي بي وسيفلز نتكلم عنهم ان شاء الله دلوقتي. فيرال ما تنساش الايدز ابدا، مهمه جدا طبعا. كات سكراتش ديزيز، ليمفو جرانوما انجوينال، البارازيتك فيلاريزيس نتكلم عنها كمان شويه، بروتوزوال توكسوبلازموزيس كفايه الاسم، ليمفوماز هوجيك نون هوجيك، بلاد ديزيزيس لوكيمياز بانواعها، ودي مش هنتكلم عنها، دي تجيبها من البطنه تكتب عليها ثلاث اربع سطور من معلوماتك في البطنه هناك. لايبويدوزيس ميتاستاتيك برايمري وعمل لينفنود، ودي هنتكلم عنها ان شاء الله دلوقتي. وكولاجين ديزيزز، كل الكولاجين اوتو اميون ديزيزز بيبقى معاها ريتيكولو اندوثيل هايبربليزيا، يصح يكبر ليفر او سبلين او تعمل لينفادينوباثي جنرالايزد. اكيوت سيبتك لينفادينايتس، عيل عنده تونسلايتس مثلا، فالابر ديب سيرفايكل كبرت، انفليمد، انلارجد، تندر، فيفر، هوتنس، اتأخرنا تحصل سابيوريشن وباس. علاجها عرج البرايمري، انتيبيوتكس، هوت فومنتيشن، حصل سابيوريشن، انسيجن ودرينج. كرونيك نون سبيسيفيك سورس انفكشن، راس العيال في المدارس مشهوره جدا، فيها مخلوقات حيه كثيره تعمل سيرفايكال نودز. البق جنجيفايتس، دنتال كيرز، تعمل سب مانديبولر مشهوره قوي. بيمشي بير فوت، تعمل انجواينال، عشان كده بنعلم الناس لما تاخد ليمف نود بايوبسي يبعد لي عن الصاب مانديبولر وانجواينال. دول غالبا كرونيك نون سبيسيفيك ما لهمش قيمه. كلينيكال بيكتشر، بيكتشر اوف ذا برايمري والليمف نودز فيرم ديسكريت، يعني ديسكريت هاخدها في الكلينيكال، مش ماسكين في بعض، مش فيكسد لبعض، ديسكريت، سلايتلي تندر، سلايتلي انلارجد. التريتمنت تعالج السورس، مش دعمل خالص. بتاعت راسها دي نعمل تغسل راسها بالجاز ثلاث اربع مرات في اليوم او اي حاجه، ما فهمش انا في علاج الراس. بتاع رجله اقول له امشي يا اخي البس جزمه، بتاع بقه اقول له عليك سنانك. ولو فضلت ثلاث الى اربع شهور بدون ريسبونس للتريتمنت ومستمره، وناس تقول ست شهور، شك ليكون حاجه سبيسيفيك، بس يكون تي بي يكون حاجه مهمه وانت بتعالجها انها كرونيك نون سبيسيفيك. في الصفحة الفاضية اكتب كلام لعيادتك ولحياتك، مش الامتحان ده كلام بتاع جدو عليه بس. وبالنسبة ده كان من أسباب تسجيل المحاضرات دي، مش الكلام ده،
ان كتير قوي من خبرات تخصني. انا قلت الواحد يعني تتساب متسجلة هتضيع، واحنا الى الان مش عارفين نكتب ارائنا في الكتب بيني وبينكو يعني، فلأسباب بقى بقولها لكم بعدين فقعد خاصة شوية، لكن ما بنكتبش ارائنا. بص يا حبايبي، الليمف نودز انا بقسمها نوعين كبار، significant و non-significant. ال non-significant هي chronic non-specific، والsignificant كل الباقي، وهي لوحدها اكتر من كل الباقي. وفي عيادتي انا بيجيلي اسبوعيا لا يقل عن 4 حالات لنفادينوباثي، بيطلع 3 منهم كرونيك نون سبيسيفيك، واكتب للاب والام لا شيء بالمره روحه. السيجنيفيكانت لا تقلقني، عشان دي محتاج بقى اخد منها بايوبسي، اخش في شويه سوفيستيكيتد انفستيجيشنز اتاكد. فمهمين قوي تحفظ انت كويس قوي مش شكل نون سيجنيفيكانس، اعرف السيجنيفيكانت كويس. وغير كده قلق، انا اقف عند كلمه سلايتلي انلارجد، هي دي الليمف نود اللي اكبر من سنتي اقلق منها، اللي اقل من سنتي مالتيبل ديسكريت في اماكن معروف انها بتاعت كرونيك نونز ابر ديب سيرفايكال سوبرفيشال سيرفايكال ليمف نودز سب مانديبولار انجواينال، طمن العيان وري اشورنس. وبرضه ما زلت بكتب في الصفحه الفاضيه يا اخي مش هنخسر حاجه، اعمل صوره دم واعمل اي اس ار. اي اس ار ده سكرينينج تيست رائع وبنكله ورخيص جدا، بيعلى جدا 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 مع الماليجنسز مع التي بي مع اوتو اميون ديزيزز. فلو لقيته عالي قوي 70 80 90 100 يبقى ساعتها فكر وركز شويه في الليمف نودز دي. لقيته لا مش عالي، وبقول لعيني كده تلاقيه عالي سنه بقى 25 بقى 22 بقى ولا حاجه، اقول له ري اشورنس واطمن. صوره الدم لمعلوماتك ما بتشخصش ليمفادينوباثي الا نوع واحد في كل اللي قلناه، صوره الدم تخلصه ايه هو اللوكيميا. لكن نون سبيسيفيك صوره الدم سواء في التي بي سواء في الليمفوما نون سبيسيفيك ملاش حاجه معينه. ده باختصار، لكن في التي بي هتبقى اي اس ار في السماء، الليمفوما هتعلى جدا، تقدر تحكم شويه الامور. التي بي الليمفادينوباثي، احنا هنا عندنا في الشابتر ده 3 مواضيع كبار اي حد من صحيح يجي نظري، التي بي والليمفوما والليمفيديما. لكن تكتشف ان دول قليل قوي لما جم نظري. ليه؟ هذا الشابتر ضل طريقه الى الجراحه من الاخر. يعني انا لما اخلص التي بي هقول لك انا علاقتي ايه كجراحه، علاقتي لما اخلص ليمفوما اقول لك ايه علاقتي انا بالقصه جراحه، واجاوبك على السؤال ده. يمكن الليمفيديما موضوع اللي بيس في الجراحة مش عارفين نبعته لغيرنا، لكن برضو للأسف الليمفيديما كسيرجيكال تريتمنت حالات قليلة. يلا مع بعض التي بي. التي بي ارسم معايا الصفحة دي، الرسمة دي، خد خط بالنص، ادي ليمف نود اللي في النص دوت اسمه مضلة، اللي في البريفري اسمه كورتكس، دي ليمف نود مضلة كورتكس. الليمف بورن تبدا يوصل، ده كده اسمه افرنت ليمفاتيك، ده اسمه افرنس. الليمف بورن يجي عن طريق الليمفاتيكس، البلاد بورن عن طريق بلاد فيسل، البلاد فيسل بتخبط في المظله مش في الكورتكس. عشان كده في الليمف بورن يحصل حاجه اسمها بيري ادينايتس، والليمف نودز تبقى ماتد مع بعضيها، ماتد مع بعضيها. امال هنا لا، الليمف نودز الانفكشن في السنتر، فما فيش عندي بيري ادينايتس ولا ماتنج. الليمف بورن اكتر يحصل فيها كازيشن. هو الكتاب كاتب كلمه انا لو منك شيلها واشطبها، ان ده هيحصل وهتعرف بعد شويه مع ناس عندهم اميونيتي قويه فما يحصلش كازيشن. لكن هنا كازيشن كومن كازيشن رير، يبقى كازيشن حط كده جدول سورس ايه ماتنج كازيشن كومن رير. تعالوا معايا بقى في الجدول، رايك الشخصي الليمف بورن مور كومن ولا البلاد بورن؟ طبعا الليمف بورن، بتكلم على الليمف نود يوصل لها ازاي اورجانيزم اكتر، اكيد عن طريق الليمفاتكس، يبقى دي مور كومن دي ليس كومن. رايك مين يحصل في اطفال مين في كبار؟ خد بالك ان كل التي بي اسطمبه children young adults، اكتب كده عندك ان ال children young دي اسطمبه، اي تي بي اكتب كده وانت مغمض، ما عدا البون خليه young adults اساسا،
والكدني، لا اسف، البون خليه تشيلدرن اساسا، والكدني خليها يانج ادلت، لكن ما خرجناش عن تشيلدرن ويانج ادلت. مين بقى في دول يحصل تشيلدرن مين يانج ادلت؟ طبعا دي التشيلدرن. ليه؟ ليه قلت طبعا دي؟ دعاء اصل ديا الاول لمف، وبعدين من الليمفاتيك عملت البلاد، يبقى الاول هيحصل ده بعدين يحصل ده، يبقى ده يانج ادلت. مين يعمل مين برايمري تي بي مين سكندري تي بي؟ طبعا الليمف بولن برايمري، دون سكندري، لانه دون بلاد يعني كان في صوص وراح لحته ثانيه. طيب ولذلك لما اقول لك البرايمري الليمف بورن ده اشهر حاجه، ايه مش اشهر، هو بس سيرفايكل. انا بفكرك هو برايمري تي بي فين؟ لانج جونز فوكس، مش كلينيكال، مش هيجي لك بليمفادينوباث، هيجي باللانج كونديشن. انتستين هيجي بالانستاينال تي بي، مش هيجي بالميزنتريك نودز ككلينيكال، وان كان في موضوع هنجيله في اسمه تيبس ميزنتريكا، بس هو مش جاي بالليمف نودز. يا اما مين بقى اللي جاي لك بليمف نود؟ تقول ايه ده؟ ده يطلع هو ده سيرفايكل بتاع التونسلز، فعشان كده سيرفايكل. طب مين لوكالايزد مين جنرالايزد؟ مش محتاج كلام بقى يا جدو، الليمف بورن لوكالايزد والبلاد بورن جنرالايزد. عشان كده دون ديسكريت فيرم جنرالايزد يلخبطنا مع الليمفوما، له اسم تاني ليمفادينويد تايب، ده اسمه فايبروكيزياس. فهمنا ليه فايبروكيزياس؟ عشان كازيشن كومن. لكن ده تسمى ليه؟ سؤال بيتسال ليه ليمفادينويد؟ عشان يا فندم يلخبط مع ليمفوما. انت مش في دماغك تي بي كونفيرم ديسكريت جنرالايزد، مش في دماغك كده، في دماغك ده الماتد ده، او يكون يعمل حاجه اسمها بيدز، بيدد تسمعوا ده ارسمها جنب الماتنج، يعني ليمف ودايه اهي، والليمفاتكس تخنت قوي، وليمف ودايه، والليمفاتكس تخنت، وليمف ودايه. يبقى ده باختصار الجدول ده، هخلص لك الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر الاثنين مع بعض، خلصوا في الجدول ده. طيب مايكروسكوبيك بيكتشر، اكتب بالمناسبه امشي بس معايا بالترتيب بقى من الاول، موضوع تاني خالص. انسيدنس تشيلدرن خلاص استنبه. طيب بريسبوزنج فاكتورز بور جنرال كونديشن برضه استنبه. الاورجانيزم مايكوباكتيريوم تي بي مفاجاه استنبه. اللي يوصل ازاي اتكلمنا عنه. مايكروسكوبيك بيكتشر اكتب استنبه في اي تي بي يجي لك في السنه كلها، وانا ان شاء الله في يوم من الايام هدي لك ورقه فيها التي بي في كل منهجك كله من الاول للاخر، لان هو موضوع رزل، لا انت عارف تذاكره كويس ولا عارف تكروته. ففي كل منهجك هقول بقى هاخد بايوبسي الاقي تيوبركلز، ايه تيوبركلز شكلها ايه؟ يا فندم سنترال زون اوف ستراكشرلس ماتيريال، يعني يعني ستراكشرلس يعني مفيش حاجه، كازيشن حواليها لانج هان جاينت سيلز مالتي نيوكليتد والسيلز ارينجد ان هورس شو بانر، ومعاها حاجه اسمها ايبيثيليويد سيلز، براهم ليمفوسايتس سراوند سيل. ارسم رسمه التيوبركل واكتب في الصفحه الفاضيه لو سمحت. يعني ايه يا ابني جاينت سيل؟ جاينت سيل يعني مالتي نيوكليتد سيل، مش معناها سيل كبيره، مش كده؟ تجد احيانا التعبير دي سمول جاينت سيل، يعني جاينت سيل بس غالبا جاينت سيل كبيره في الحجم، لكن ديفينيشن بتاعها مالتي نيوكليتد. هناخد في الشابتر ده اتنين مهمين قوي عندنا قوي، بتاعت الهودجكن ريد شتيرنبرج، وهناخد دي اللي هي لانج هان جاينت سيل. في انواع ثانيه، الفورين بادي جرانيلوما يبقى فيها جاينت سيلز، في حاجه اسمها جاينت سيل تيومر اللي هي اوستيوكلاست، في الاوستيوكلاستوما تبقى جاينت سيل فيها 20 ل 40 نيوكلياي. فدي اشهر تظهر جاينت سيلز بتاعت الجاينت سيل تيومر في البون اوستيوكلاستوما، وهنا هو في التي بي وبتاعت الليمفوما، وزود الفورين بادي جرانيلوما بيكون معاها جاينت سيلز. كلينيكال بيكتشر خلصت بقى، ده مور كومن يحصل في التشيلدرن، لوكالايز سيرفايكال تبقى فيرم، بعد كده كازيشن ممكن تبقى كالسيفايد تبقى هارد، يعني خلصنا القصه دي. الثانيه ظبطناها. ايه الكومبليكيشنز بتاعت التي بي؟ ارسم معايا كومبليكيشنز بتاعت التي بي ليمفادينوباثي. ارسم معايا، انا افترض ان دي ستيرنوماستويد مصل، وده سكين،
ودي لينف نود ابر ديب سيرفايكال اشهر حاجه. اول كومبليكيشن هتحصل معانا يا اولاد، اول كومبليكيشن ان دي تتكون كولد ابسس. يعني ايه كولد ابسس؟ الليمف نود دي كبرت وجواها كلها كازيشن ماتيريال وبقت سيستك، دي كومبليكيشن. كولد ابسس اسم غلط، لما اقول لك علي حسيب اسم غلط يبقى الغلطه يا في علي يا في حسيب. اه الحقيقه ده اسمي علي حسن حسيب، يبقى الاسم ده مش صح قوي. طيب كولد ابسس غلطه فين؟ في كولد ولا في ابسس؟ في الاثنين. هو مش كولد وورم، هو مش ابسس، مش باس، مش بايوجينيك، جواه كيزيس ماتيريال. اي حاجه في جسمنا باثولوجيكال عايز توصل للشارع، فعايز يوصل يقوم عامل فتحه كده في وسط الاسترنومستويد ويعمل لك كوليكشن سبكيوتينيس. اسمها بقى دي اسمها كولر اند شتات ابس، تاني كومبليكيشن. انا بمسح كده عشان اقول لك الثالثه. الكولر عند شتاد ابسس عايز يفتح الشعر، فتح بساينس. رابع كومبليكيشن سكندري انفكشن، تتحول لبايوجينيك ابسس وكده لازم انسيجن ودرينج. خامس كومبليكيشن سبريد. سادس كومبليكيشن والاخيره مش عارف احطها على الرسمه، اكتب سته، كالسيفيكيشن. جت منين كلمه كولر اند شتاد؟ دي كلمه الماني، بالماني الحكايه دي. اللي زمان هتلر في الحرب العالميه، انتوا قريتوا تاريخ ولا يا اولاد؟ عشان ما تحكيش وانتوا مش عارفين حاجه. في الحرب العالميه الاولى هتلر الزم العساكر الالمان، عارفين العروه بتاعت البلاطي الموجوده في وكاله البلح الديتس ايجنسي، تلاقي حته خيط في النص وعروه من وزرار من هنا وزرار من هنا وفي الناحيتين عروتين، يخش الزر في العروه دي وفي العروه دي. اهو دي بقى هو ده الكولر، كولر الياء وشطب الزرار بتاعها. الالمان عملوا كده في الحرب العالميه، هتلر الزمهم ان الياء تتربط بالزرارين دول، ودي كان من اسباب هزيمه الالمان في الحرب العالميه. ليه؟ لان العساكر بقوا على ما يزرروا دي ويدخلوا دي، دي تطلع يجي يزرر دي وهتلر هيعاقبهم، فاثناء ده اتضروا بالطائرات واتغلبت المانيا. كولر ده تاريخ ويعني موسوعه علميه واقفه قدامكم بتشرح لكم. كولر اند شتاد كلمه الماني مقصودها الزرار ده فعلا، اللي هو انتوا عارفين شكله ولا الزرار ده؟ بيبقى زرار عامل كده وحاجه في النص كده وكده، كولر اند شتاد. ودي لا تخص تي بي، تخص اي ابسس في الدنيا فتح في حته وعمل تو كولكشنز تو كابيتيز، وهتجيلنا في منهجنا ان شاء الله في حته تاني بعد كده. دي الكومبليكيشنز. انفستيجيشنز قلت لك من شويه صوره الدم مش مفيده خالص ولا تفرق معايا، شويه اي اس ار في السم تيوبر كلين تيست مفيد جدا. اخد اسبيريت من الكولد ابسس او من الساينس وبص على جينابيك جينوكليشن او اعمل له كالتشر لومنشتاين جينسن ميديا او اعمل له ستيننج فابص على تي بس الله. طيب طب ده اللاب، الكورنر ستون في تشخيصنا مين؟ في الراديولوجيكال تشيست اكس راي. على فكره اللاب دي اسطمبه في اي حته، تشيست اكس راي في اي حته عشان ده الكومن سايت فور برايمري تي بي، تشيست اكس راي. اما سيرجيكال فليمف نود بايوبسي. تصور يا راجل دي علاقتنا بكل التي بي، احنا الجراحين ان لما هم البطنة يشكوا في الليمف نود يبعتها لنا. صحيح بقى للامان احنا بقينا اكثر خبره مع الوقت ان احنا نقول دي سيجنيفيكانت او نون سيجنيفيكانت. هم بيقلقوا كتير قوي واحنا نطمن الناس كتير قوي، مفيش مانع يقلقوا واحنا نطمن الناس جدا يقولنا لنا. فليمف نود بايوبسي تخلص الموضوع. التريتمنت التي بي يا جماعه هو ده. بالمناسبه ديفرنشال دايجنوزيس يبقى ايه لو هنزوده؟ زودوه اذر كوزز اوف لينفادينوباثي، اي جي لينفوما يا اخي. طيب التريتمنت من غير كومبليكيشن ولا حاجه، انتي تيوبركلس تريت. هل في مكان للجراحه كتريتمنت مش تشخيص عمليا؟ ما فيش يا اولاد، انا سنين اهو في الطب ما احتاجناهاش. لكن الكلام الثيوريتيكال لو جروب لوكالايزد ست شهور ما استجابتش للتريتمنت نشيلها، مش بنساعد الميديكال تريتمنت. لكن هي تحولت زي فكره لايبوما، هو اللي عنده لايبوما يا جماعه مش بنشيلها له او نشيلها؟ فلو لوكالايزد جروب وما استجابش للتريتمنت ست شهور نبقى نشيلها. طيب انا حتى ناسي الكتاب كاتب ست شهور، ثلاث لاربع شهور زي ما يكون.
الكولد ابسس. اكتب في الصفحه الفاضيه اني باس كولينج فور درينج انسيجن ودرينج ما عدا الاي بي سي. اي بي سي ايه ده؟ الاميبك ان شاء الله وعليك خير لما نروح الليفر في الجي اي تي. بي ده البرين، يوه ده لسه كتير قوي، ده في بارت 3 بتاعنا. سي ده هو ده بتاعنا الكولد ابسس زائد لوكالايزد انترا بيريتونيال ابسس. مش بس دول بقى للامانه، ولما نروح للبريست هتلاقيني اقول لك الكلام هناك في الابسس بتاع البريست، ان احنا دلوقتي بدأنا نوارب الباب شويه ان احنا في البايوجينيك ابسس نجرب ريبيتد اسبيريشن جايدد بالسونار. انما ده الكلام الكلاسيكي، يبقى ايه ابسيس تعالج باسبيريشن اي بي سي ولوكالايزد انترا بيريتونيال ابسس. تعالوا معانا الكولد ابسس، انا مرعوب وانا بعمل اسبيريشن يا جدو عليه، ادي الابسس ادي السكن، دخلت بالابره بتاعتي خرجت بالابره جري الكيزياس ماتيريال ورايا، يوم يحصل ساينس شتان طبعا من واحد عنده حته ابسس ان هو انسيستك وهو عايش بيه وانتي تيبركلس تريتمنت، ولا شك كولد ابس اساسا انتي تيبركلس تريتمنت. وبالمناسبه يا اولاد لو في كتابتك في اي وقت هتكتب انتي تيبركلس انتي بالهرجل، لو سمحت اكتب لي سطرين ثلاثه اربعه من البطنه لو عندك فرصه انك تكتب ده بسرعه. مش بتقول انتي تيبركلس، لا تقولي كلمتين من هناك، انتي بالهرجل لا كلمتين من هناك، دول الاثنين دول بالذات. طيب فانا مرعوب وانا داخل بابرتي يحصل ساينس، بقى العين عنده نقطه في رقبته قاعده تنقط صديد، سيمتوم رزل جدا، ولو ما استجابش للتريتمنت ويزن 6 مانثس بنخش نشيل الساينس عمليه. طب ازاي اتجنب ساينس انه يحصل مع اسبيريشن؟ هو ده السؤال. البريكوشنز، اول حاجه واسمع المفاجاه، وايد بورد نيدل. يا جدو العكس، اعمل لي ابره رفيعه عشان الباس ما يجريش وراها. لا يا حبيبي، ابره رفيعه مش هتجيب حاجه خالص. انا مش داخل عشان اشفط ميه، انا داخل اشفط جبنه سايحه كيزياس ماتيريال. فلو دخلت بنيدل رفيعه مش هتجيب حاجه، واهم حاجه تمنع حدوث الساينس انك تعمل اسبيريشن as complete as possible. همليها لك، لازم تزودها، زود كده في البريكوشنز عندك، aspiration must be as complete as possible. فانا مش سايب جوه كيزياس ماتيريال اندر تنشن تطلع ورايا، عشان كده وايت بورد نيدل. اخش في السكين في حته هيلثي، اخش في حته نون ديبندنت. مش فاهمني؟ بص معايا على الرسم، يعني اخش من هنا صح، ما اخشش من هنا غلط. ليه؟ انا رغم ان انا شفطت as complete as possible، وزود برضو فيها ازاي تعرف انك وصلت ال as complete as possible، الاقي دم، نقطة دم جت في الاخر، يبقى انا خلاص وصلت على الاول. رغم ان انا شفطت لكن لسه عندي قلق ان يكون في شوية كيزياس ماتيريال هنا كده قليلين تحت هنا، ما شفطتهمش، هيبقوا تحت. فلو انا داخل من حته ديبندنت يعني من تحت، هيجروا على التراك ده. اما من حته نون ديبندنت من فوق مش هيطولوا التراك. يبقى بخش في حته هيلثي، وايت بورد نيدل، اخش في حته نون ديبندنت بارت يعني من فوق، اخش واحقن في اخر زودها، وانجكشن اوف ستريبتومايسين ات ذا اند اوف اسبيريشن، واشفط بحاجه اسمها فالفولار مانر. ازاي فالفولار مانر؟ ارسم معايا، ادي السكين، ادي الابسس، ادي نقطة اللي في الابسس، ادي نقطة في السكين قدامه. انا هشد السكين لتحت، شديته لتحت، ادي الابسس، الحتة دي جت هنا ودي زي ما هي، دخلت شفط، اشفط يا سيدي يا سيدي، اشفط اشفط يا سيدي، خلاص شفطنا. سيب بقى ايدك اللي كنت شدد بيها الجلد لتحت دي، بقى المنظر عامل ازاي؟ بقى المنظر عامل كده، ادي الابسس وادي السكين، ادي الفتحه اللي كانت في الابسس، ادي الفتحه اللي كانت في السكين، مش قدام بعض. يبقى وكاني عملت فالف بين الاثنين، هشفط من هنا، اشد الجلد لتحت،
واخلص شفط واسيب الجلد يرجع تاني. ساعتها دي اسمها فالفولار مانورا. ممكن اعيد الاسبيريشن مره اتنين تلاته واتابع بالسونار. امال امتى اجيب مشط وافتح الابسس؟ في حالتين، لو حصل سكندري انفكشن بايوجينيك، وقلت لك ساعتها دلوقتي بقينا بايوجينيك لازم، وبقول لعياني هفتح لك الخراج ده وهيعمل ساينس، بس ما لناش حل. هو لازم تقول له على فكره، لو ما قلتلوش يقول لك الدكتور ما نظفش كويس فحصل ساينس. فلما تبقى اصلع تقول لعينك من قبل عمليتك ايه الاحتمالات اللي انت بتعمله. تاني حاجه، لو كان الابسس ده امينانت رابشر، يعني خلاص فيري ثين سكين ان هيلثي هيفرقع، يقول لك هتفرقعني؟ يفرقع لوحدي. مره مش عارف هتيجي فرصه اعمل لكم شويه حاجات لصور لكل من تشرحه ده، فاتمنى اقدر ان شاء الله وفي الخطه باذن الله. لكن لو وريتكم مره السريتد كولد ابسس، منظر فظيع، كان احسن مليون مره ان احنا نشكه شكه بمشرط وبقى عنده العين نقطه ساينس بتنقط. اما التريتمنت بتاع الساينس فدريسنج بستريبتومايسين، اكيد انتي بيركس تريتمنت، ما استجابش سيرجيكال اكسجين. قبل الليمفوماس بس السيفيليتك ليمفادينايتس، عايزك تعرف لها ثلاث كلمات. انها تحصل في البرايمري سيفيلس تبقى لوكالايزد، وبتبقى الجروب اللي هي دريننج الشانكر، وتبقى فيرم وانلارجد، ويقول لك رابري. رابري دي درجه من الفيرم ما تشيلوناش، لكن خلاص عشان قالوها سبيسيفيك كده. ورابري دي هتيجي مره ثانيه في الهولجيكال ليمفوما، يحبوا يسمعوها. لكن في الاخر يعني ايه رابري؟ ديجري من درجات الفيرم، الفيرم درجات كثيره جدا، ده واحده منهم. اما السكندري سيفيلس يعمل جنراليز ليمفادينوباثي مع ميوكاس ممبرين ليجنز. واما ده اللي عايزك تعرفه بس مش اكتر من كده. اما التيرشلي سيفيلس ففيري فيري فيري اكستريملي رير ان الجاما تخبط في الليمفينود، وان شئت فقل ما تحصلش. طيب الليمفوماس مالجنانت تيومر في الليمفاتيك تيشو، يعني الليمفينود زي جدو علي؟ لا يا راجل، من قال كده؟ الليمفاتكس في كل جسمنا الا حتت ما فيهاش ليمفاتكس، زي البرين زي الاي زي السكين، ففي حاجات ما فيهاش ليمفاتكس. لكن انت في ما عدا ذلك اي حاجه في جسمنا مش في ليمفاتيك درينج بتاع الكدني، يبقى الكدني فيها ليمفوم، الليمفاتيك بتاع الانتستين فيها ليمفوم، الاستومك فيها ليمفوم، اللنج فيها، الثايرويد فيها ليمفوم، كل حاجه. يبقى اذا ما دام في ليمفاتيك درينج في حته انا عندي. لكن طبعا لما اسمع كلمه ليمفوما يخطر في بالي اساسا الليمفينودز، طبعا دي اكتر حاجه. يجي بعديهم ليفر وسبلين، اماكن ضخمه جدا للليمفاتيك تيشو. انواع هوجكن ان هوجكن وبيركت ليمفوما، اكتب على البيركت لا تنساها. ما تسالش نظري لوحدها البيركت، لكن لو جه سؤال قال لك ليمفوما ونسي يحدد لك هوجك او نان هتنسى البيركت. فلو سمحت اكتب على البيركت لا تنساها. لما اقول لك لا تنساها تنساها، فارجوك خد بالك مني. يلا يا اولاد، ايه الهوجكن وايه نان هوجكن؟ ركزوا شويه معايا. لما كنت زمان انا في ثالثه طب وخدت الباثولوجي، حفظت الهوجكن نان هوجكن، لكن وانا بخلص مش عارف الفرق بينهم. الاثنين ليمفوما، اثنين مالجنسي في الليمفينودز، مفيهوش حاجه. جيت بكالوريوس لقيت اللي قدامكم ده ذاكرته من كتبنا زمان، لكن خلصت مش عايش انا ايه الفرق بين الاثنين. في الماجستير بدأت أركز شوية وكنت شفت حالات. الحقيقة في فرق ضخم، ده اللي خلى دي نسميها هوجكن ودي نان هوجكن، سواء فرق يخص الجروس وبالتالي الكلينيكال بيكتشر وحتى الهيستولوجي. يعني أنا راجل مش خبير باثولوجي ولا أبص على، لكن أنا متخيل إن أنا لو قعدت مع حد بتاع باثولوجي مرتين ثلاثة سهل قوي يدير بعد كده سلايد قول لي دي، أقول له دي هوجكن، لا دي نان هوجكن، خلاص اسهل جدا. وحتى في البروجنوزس، فايه الفرق بين الاثنين وليه ده تسمى؟ كله كان مكتوب من سنه ثالثه زمان بس ما لقطوش ولو ما عشتوش مش هتعرف تذاكره. بصوا يا حبايبي، بالنسبه للجروس بيكتشر، الهوجكن ارسم معايا ليمفنود كبيره في النص، حواليها ليمفنودز اصغر، وديسكريت. يعني ايه ديسكت يا جدو حالي؟ يعني الليمف نودز مش ماسكه في بعضيها، وفيرم او التعبير اللي بيحبوه رابري انكونسيستنسي.
طب بالنسبه بقى للنان هودجكن، لا يا سيدي، لينفنود كبيره بسرعه فيها هامورج نيكروزس بسرعه تمسك في بعضيها، يبقى اسمها امالجاميتد ولا ماتد يا جدو؟ لا امالجاميتد. ايه الفرق بين امالجا وامالجام؟ يعني ايه؟ يعني عجينه. امالجاميتد يعني لما لزقوا في بعض ما اعرفش عدهم، اي كانوت كاونت ذم. امال لما كنا في التي بي في الماتنج يو كان كاونت ذم، تقول دول ثلاثه لينف نودز مسكوا في بعض في جروف واضح بينهم، بسرعه تبقى فيكسد للسراوندنجز هارد انكونسستنسي. الله لا لا لا، عشان كده هارد الحته فيها سيستيك ديجنريتد هامورز نيكروزس. ففاريابيليتي في الكونسستنسي، ده انا كلينيكالي لما احط ايدي اقول لعياني انت غالبا هتطلع هودجكن، انت غالبا هتطلع نون هودجكن. الاثنين ليهم حاجه اسمها اكسترا نودال افكشن. النون هودجكن اكسترا نودال اكتر كتير من الهودجكن كتير، يعني تخبط في بره الليمف نودز كتير قوي. طب ده بالنسبه للجروس. بالنسبه للميكروسكوبيك، بصوا يا حبايبي اكتب في الصفحه الفاضيه الليمفاتيك سيستم ايه، السيلز بتاعته، حاجه اسمها ليمفوسايتس وحاجه اسمها هيستوسايتس. الليمفوسايتس دي تبدا بتطور حاجه اسمها ليمفوبلاستس، بلاست بالبي يعني بريميتيف سيل، دي بتدي التي والبي ليمفوسايتس. البي بتعدي في مراحل سمول سيل لارج سيل اميونو بلاست، وبي دي بالبي دي الماتيور بي سيل. تعالوا معانا الهودجكن باليومورفيزم، كل انواع الخلايا. النون هودجكن متخصص يختار نوع، بص على الكلاسيفيكيشن، هيستوسيتيك ليمفوم، ليمفوبلاستيك ليمفوم، تي سيل ليمفوم، بي سيل ليمفوم. ده احنا جوه البي سيل متخصصين سمول سيل لارج سيل اميونوبلاستيك. المره الوحيده اللي تخلى فيها عن التخصص قال لك سمول اند لارج سيل، لكن جوه البي بالنسبه للبي اكتب دي كومنست الكومنست تايب. فيبقى انا مايكروسكوبيكالي هنا بيليومورف، مش بس كده، ده انا في الهودجكن عندي كاركترستيك سيل اسمها ريد شتيرنبرج سيل. السيل دي كده جاينت سيل يعني مالتي نيوكليتد. الخلايا ايفن نمبر، يا اربعه يا سته يا ثمانيه. لو حطينا مرايه في النص هنا كده اكنها ميرور ايمج، يعني لو كانوا سته يبقوا كده اهو واقفين قدام بعض، ميرور ايمج ريد شتيرنبرج سيل. يبقى مايكروسكوبيكالي مش مكتوب لك مايكروسكوبيك بتاع النون هودجكن، ما تزودوش، مش ناقص نزود في النون هودجكن، لكن تبقى فاهم القصه ان ده غير متخصص وده متخصص. لما اجي بقى اقسم النون هودجكن، ما اقسموش بنوع الخليه، ما هو بيليومورفيزم، اقسمه بنسبه الليمفوسايتس اللي فيه، ليمفوسيتك بريدومينانس وتحت خالص ليمفوسيتك ديبليشن وفي النص ميكسد سيلولاريتي. فهمنا؟ عشنا القصه. وفي نوع بقى ما جاش في التقسيمه دي رقم اتنين اسمه نوديولار سكليروزس، ده فيه ليمفوسايتس كتيره ومعاه فايبروزس مجمعها، وده الكومنست، لكن احسنهم ليمفوسيتك بريدومينانس. ستيجنج، ركزوا قوي معايا. ستيج 1 جروب واحد بس، ابر ديب سيرفايكل، وعلى فكره السيرفايكل كومنست في الليمف نودز تبدا في هودجكن او نان، ابر ديب سيرفايكل خلاص جروب 1. طب لو الليجن الوحيد ده كان في حاجه مش ليمف نود، ثايرويد، اسمي 1 اي دي رمز الايه؟ لاكسترا نودل. طب لو اكتر من جروب في ناحيه واحده من الديافراجم، يا فوقيه يا تحتيه، سيرفايكل واكزيلري وميدياستاينال جروب 2، بارا اورتيك وانجواينال جروب 2. طب لو واحد من دول، واحد من دول كان اكسترا نودل، بارا اورتيك وستومك وانجواينال، يبقى 2 اي لانج وسيرفايكال واكزيلري 2 اي. طيب لو كان اكتر من ليجن فوق وتحت الديافراج 3، عنده اكزيلري وعنده ميدياستاينال وبارا اورتيك، يبقى 3.
امال ايه جروب 4؟ بيقول لك اكسترا، مش كلمه اكسترا اللي فاتك دي غلط في كتاب الاسم، اكسترا نودل، لانه لا يمكن نتعايز لينفوما اكسترا لينفاتيك، هو مش قصده كده وجل من لا يسهو، قصده اكسترا نودل. ان يكون اكسترا نودل سبريد فتاخد لانج ليفر بون، استنى يا جدو علي ما انت لسه قايل لي لو اكسترا نودل في 1 و 2 اسمها ايه؟ الحقيقه يا ولاد ستيج 4 مكتوبه وحش في كتاب الاسم، ولكن اكتبها كده لان مش كلنا ناس قاعدين بنقرا في الليمفوماس كتير. انا عايز اقول يا حبايبي ان اكتب بين قوسين لفهمك انت، ستيج 4 دي سيستميك ديسيمينيشن، يعني العيان ده بيكح لينفوما، بيمكتيوريت لينفوما، بس يعني لينفوما في كل مكان، بون مارو، ليفر، سبلين، ليمف نودز. عشان كده الخط الفاصل بين ستيج 3 و4 مش واضح، وعشان كده يروح عيان من دول لدكتور يشخصه ستيج 3 والواحد تاني 4. هو التريتمنت مختلف؟ لا، التريتمنت واحد، فما تقلقش الفرق في البروجنوزس. كل ستيج من اللي فاتوا نقسمها A و B. A ملهاش سيستميك مانيفستيشنز، B ليها سيستميك مانيفستيشنز. مين الأسوأ اللي ليها سيستميك مانيفستيشنز؟ طبعا معنى كان دي حاجة أجريسيف تيومر، عامل رياكشن في جسم العيان. ايه السيستميك مانيفستيشنز؟ فيفر، نايت سويتنج، لوس اوف ويت، مش اي لوس، سيجنيفيكانت، اكتر من 10% في 6 شهور، كان وزنه 80 كيلو فقد 8 كيلو في 6 شهور، ده سيجنيفيكانت لوس اوف ويت. كلينيكال بيكتشر، الهوجيكن، الهوجيكن يحصل في الكوكيزيانز. مين كوكيزيانز؟ البشريه ثلاثه، النيجروز والمونغولز واحنا الكوكيزيانز مع الاوروبيين والامريكان اكتر فينا. تمام. اتنين الايج، تو بيكس، ارسم معايا بيك من 15 ل 35 سنه وبيك فوق 50 سنه. كويس بقى، هي دي رسمه؟ اه دي رسمه. لو مش محترمها بلغني، ابعت لي مش محترم رسماتك وانا هخليك تحترمها. طيب فده الايج. طب كلينيكال بيكتشر قدامك يا وحش، اوصف ده تاني. وممكن يكون معاه سبلينوميجالي واكسترا نودل بس مش كومن زي التاني، وممكن يكون معاه سيستميك مانيفستيشنز. وهنا بقى في حاجه اسمها بيل ابشتاين فيفر، دي اول ما اتوصفت مش هنا، في ريلابسنج فيفر. ايه البيل ابشتاين فيفر؟ العيان يسخن اسبوع اسبوعين 1 تو 2 ويكس، وبعدين يقعد ويكس فري، وبعدين يسخن تاني، وبعدين يقعد فري ويسخن تاني. ارسم الرسمه التانيه دي عند البيل ابشتاين فيفر. اما الهوجيكن فاكتر في الناس اللي عندهم مشكله في الاميون سيستم، يعني عنده اميون ديزيز، الايدز مهم قوي، الجوجرن، السيستميك لوبس. شكله ايه؟ اوصفها لنا يا سيدي. الليمف نودز تكبر وهارد، تروز كونسيستنسي، فيكسد للسراوندنجز، رابيدلي جروينج، اكسترا نودل كتير، جاستريك تلخبطك مع كارسينوما، برونوس احسن من كارسينوما الاستومك، ادنو كارسينوما، الانستاينال تعمل انستاينال اوبستراكشن. غالبا يوم بتشخصه اجريسيف جدا، تيومر فارق خالص عن الهوجكن، ده كان حاجه وده كان حاجه. تقول لي وانت زي ما فهمتوش من زمان يا اخي، غباوه اعمل ايه؟ لكن اخيرا فهمته لك عشان ما تقلش عليك اللي اتقال عليا انا دلوقتي. طيب الانفستيجيشنز، زمان قلت لك صوره الدم نون سبيسيفيك خالص، فهتلاقي شويه انيميا، ليمفوبينيا، كلام فاضي مش حاجه، اي اس ار عاليه جدا، الكراين فوسفاتيز بيعلى مع لانج وليفر افكت، مع لانج وبون افكشن، مع ليفر وبون افكشن، مش حاجه ومش موضوعنا. راديولوجيكال ادور، ده مهم قوي، ما دام شكيت ادور. انا النهارده ميدياستاين ما اعرفش اوصل لها، سي تي وتشيست اكس راي، ابدومن سونار وسي تي عشان اعرف بارا اورتك وايليك ليمف نودز اخبارهم ايه. لكن الكورنر ستون في تشخيص ليمف نود بيوبسي بقى، دي علاقتك اهو، تصدق شوف قله القيمه. يعني انا بعد كل ده وجراح كبير قوي وعلاقتي هنا ايه؟ ليمف نود بايوبسي. نحرص لما نشيلها سليمه، ما نبهدلهاش 20 حته، الكلام ده شكله ساذج، لكن للاسف بشوف قوي ليمف نود بايوبسي في ناس بتشتغل مش عارف صح، العمليه الهايفه العره دي. فناخد ليمف نود صاحب بكمبليت اركتكتشر بتاعتها وتتبعت باثولوجي. اعجب انفستيجيشن هتقابله في الطب اسمه ايه؟ اعجب انفستيجيشن دون
اسمه ستيجينج لابراتوري. ايه ستيجينج؟ الفكره مجنونه جدا حصلت. تسمحوا لي انزل للتريتمنت تحت وقبل ما ناخد الستيجينج لابراتوري. بصوا يا حبيبي، انا زمان ولا حاجه، ما اعرفش بتسمعوا محاضرات باي ترتيب، هقول اكن اول مره نقابل بعض. اي مالجنسي في الدنيا ولاد او اي تيومر عباره عن لوكو ريجونال ديزيز وسيستميك ديزيز. لوكو ريجونال ده علاجه جراحه او راديو ثيرابي، سيستميك علاجه كيمو او هرمونال او اي حاجه من التارجت ثيرابي، الكلام مونوكلونال انتي بادز وما شابه. انا الليمفوما الجراحه ليس لها دور في التريتمنت السيرجيكال الا في استثناء تسمعوا مني حالا. علاجها اساسا راديو كيمو. يبقى بالعقل كده لما اكون انا ايرلي ستيجز فمشكلتي لوكال اريا انشن براديو ثيرابي. طب انا ليت ستيجز انت شرط هوقف العيان قدام جهاز الراديو ثيرابي؟ قول له وقف كويس يا حاج، شغلوا الجهاز عليه كل راي يروح في فيها راجل. لا ما ينفعش راديو ثيرابي، ده البنطلون وقع لما حاولت اعمل الحركه دي. ما ينفعش راديو ثيرابي ابدا في حاجه سيستميك. عشان كده ستيج 1 و 2 راديو ثيرابي، 3 و 4 ادفانسد كيمو ثيرابي، حاجه اسمها الموب موستين اونكوفين بروكاربازين بريدنيزوم. طب اخبار جميل حلوه دي خلصناها. جينا بس في ستيج 2 بي، ده حاله وسطيه بين الايرلي والليت. احنا قلنا البي اسوأ من الايه، فدون هنديله راديو ونديله كيمو. ماشي كتر خيرك، فهمنا التريتمنت وبروجنوز 80% سيرفايفر. روح للنان هوجكن نفس الكلام في التريتمنت، لكن جاستريك وانستانا الليمفوما وده عليه كونتروفيرسي. المكتوب عندك جراحه، ليه جراحه؟ اشمعنا دول؟ احنا بنخاف كيمو راديو يدوب التيومر. لو داب التيومر في جاستريك وفي انتستين واحنا هولو فيسكس هتبرفوريت على الشارع تعمل بيريتونايتس. فالجاستريك والانستانا الليمفوما سيرجيكال، ونكمل كيمو او راديو حسب الستيج بتاعتنا. يعني التريتمنت مش اسينشالي كمان سيرجيكال، لكن السيرجري جزء من التريتمنت. وبالتالي اذا قلنا بقى ايه هو دور الجراحه في الليمفوماز، اكتبوا في اي صفحه فاضيه. رقم واحد وده الكومنست لينف نود بايوبسي، رقم اتنين جاستريك وانستانال، رقم ثلاثة الموضوع العجيب جدا جدا بتاع الستيجنج لابراتومي. اسمعوني جت منين؟ واحد راح عيان راح لدكتور سيرفايكال لينف نودز، قال له انت ستيج 1 وعالجك راديو. سيرفايكال واكزيلري، قال له انت ستيج 2 وعالجك راديو. وهو نايم جاله كابوس، مش يمكن العيان ده عنده انفرادا فراجماتيك افكشن لينف نودز وانت مش كلينيكالي مش حاسه، وهتفضل تديله راديو هنا وسايب ده والعيان يموت؟ صحي من النوم نده العيان قال له بص يا عيان، انا الشيطان موسوس لي جدا، ليكون عندك حاجه جوه بطنك انا هفتح بطنك عشان ستيجنج، عندي انفستيجيشن، ده مش تريتمنت يا عيان. قال له هتعمل ايه؟ قال له هقول لك، ارسم معايا في الصفحه الفاضيه. قال كده العيان، ارسم معايا في الصفحه الفاضيه. ادي الليفر، ادي سبلين، ادي اورطه وكومن ايلياك، ادي انتستين وميزنتري، ادي ايلياك كريست، ادي يوترس، وادي اوفرز مور كومن ان فيميلز. عمل الاتي، قال انا هفتح يا سيدي اشيل السبلين. بتشيل ايه؟ بايوبسي. حاجه فترة، وهو لو كان افكتد ابقى رحمت الكدني واللنج اللي جنبيه من الراديو ثيرابي. الليفر مش هشيله، هاخد بايوبسي من كل لوب. كل الليمف نودز اللي في الجسم كلها، ميزنتريك بارا اورتك ايليك، اخد عينات واحط كليبس راديو اوبيك هنا عشان ورقمهم. فايه الباثولوجي يقول لي ده العينه رقم ثلاثه، قول اه ده دي بتاعت الكومن ايليك، فنشن عليها في الراديو ثيرابي. لو في ميل ازق الاوفرز ورا اليوترس عشان لو احتاجنا راديو ثيرابي يبقى بروتكتد باليوترس. اخد بون مارو بايوبسي من الايليك كريست ونقفل. طلعت بوزيتيف يبقى انا ستيج 3، ما طلعتش بوزيتيف يبقى انا لسه ستيج 1 او 2.
ما تستغربوش يا أولاد، لكن ما زال في سنترز في العالم بتعمل وهتقابلوا عيانين لينفوماز معمول له ستيجنج لابراتوري. الحقيقه قلت قوي. ليه؟ اولا السي تي بقى فيري اكيوريت، كان زمان بيقطع على كل بعد 2 سنتي سنتي ونص فيفوتنا ليجنز، دلوقتي لا. فغالبا انت لما اقول لك فري فري بيت سكان فري، خلاص بيت سكان ده بيلقط اي مالجنسي عندنا. رقم اتنين، كنا زمان حاسبين السبرين ده زي اللوز، شيله وخلاص. لا يا سيدي، لذين مهم جدا جدا للإيميون سيستم. فعندها كومبليكيشن مجرمة للسبلينكتومي اسمها overwhelming post spelenectomy infection، فيكشن جبارة جدا فظيعة جدا بيموت، دي فيتال. واللي بعمل له سبلينكتومي في الأقل من 18 سنة ياخد لازم إيميونيزيشن، حاجة اسمها نيوفاكس. طيب فقلت أول ستيجينج بالعقل بقى، أعمل ستيجينج لابراتومي في أني ستيج 1 و 2 بس، لان انا بعملها يطلع 3 او 4. اما لو هو من الاول 3 بتعملها ليه؟ طب ده انا لسه قايل لك في التريتمنت 2 بي بدي كده كده كيمو مع الراديو، يبقى اعمل ستيجنج لابراتومي؟ ما هو لو طلع 3 ما انا هدي كيمو كيمو. فعشان كده ما بنعملهاش في 2 بي، تتعمل في 1 اي 1 بي و 2 اي، دي الستيجنج لابراتومي بالتريتمنت بالليمفوما. زمان قوي قلت لك لو جات ليمفوما هوجكن ان هوجكن لا تنسى البركت. انا عايزك في البركت كلمتين بس ما تنساهاش كعنوان بس. دي ايه سببها؟ زي اي ليمفوما احنا مش عارفين السبب، لكن الابشتاين بار فيروس له دور، وغالبا هو لوحده ما يعملش حاجه. عيان عنده ملاريا جاله ابشتاين بار يجيله بركت ليمفوما. ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعتها؟ الكلينيكال بيكتشر عايزك ترسم رسمه، وكان في صوره سلايد كنت بحب اصوره في الليمفوما. ولد افريقي يا حبيبي، ولد اسود جميل قوي وبينظر الغرب ووش متورم جدا لكن مبتسم. ياه، اكتب طفل افريقي ينظر الغرب ويبتسم برغم تورم وجهه. ايه بقى عايز اقول ايه؟ يبقى ده اكتر في الافريكا. انهي بقى؟ ويسترن ولا ايسترن؟ لا ويسترن افريكا. طيب اكتر من اطفال 12 سنه. كومن سايت جو، بينلس ولا بينفول؟ بينلس، لان لسه بقول لك ان هو بيبتسم يبقى بينلس. تحصل حتى ثانيه، ايوه كدني ريتروبيريتونيال، لكن في الاخر ده كومن سايت. تريتمنت كيموثيرابي اساسا، برونوز مش حلو. في ان بي مكتوب عندك مش في كتاب الاسم، كلام كلاسيك قديم شويه، انه الهوجكن ليمفوما كان يحصل لهم بين لما يشربوا الكحول. ما احنا ما شفناهاش، لكن ده كلام مكتوب فلو حد سالك فيه. في شويه جمل الحقيقه كتير منها جه قبل كده متكرر، اقراهم طلع اللي يهمك منهم. دول بس الام سي كيوز اللي ما قلناهوش قبل كده. يهمني جمله منهم جت في الام سي كيو قبل كده، اللي هو الهيومن تي ليمفوتروفيك او ليمفوتروبيك فيروس، له اسم تاني الادلت تي سيل ليمفوما فيروس. هذا الفيروس له دور في تي سيل ليمفوما او في الليمفوما عموما. الميتاستاسيس، هي عندك جملتين اربع تسطر، الاثنين مهمين قوي. اول واحده بتقول لك سؤال شافه مهم جدا، جالك عيان بليمف نودز ميتاستاتيك بتدور على البرايمري في سلقط في ملقط ما لقتش، تتوقع فين؟ اي سبيس تكبر فيه كارسينوجين سيمتوم زي نيزل ساينسز، زي هايبوفارينكس، زي اوروفاركس متاخر شويه، زي النوز اكسترنال اير تكبر فيه تيومر بيعمل كده هو، زي ستومك فيها مساحه. اسمع المفاجاه، التستس ياما، وهنجي بقى للسكر تيومرز قدام واقول لك الكلام ده. زي البرونكاي ممكن يعمل كده هو. احب ازود لك نوع البابيلاري كارسينوما في الثايرويد، ودي اسمها لاترال ابيران ثايرويد سي ثايرويد. يبقى اول سؤال ده مهم، فين يا ابني تلاقي ميتاستاتيك؟ طب عارف زي ميتاستاتيك اصلا يا جدو، مش يمكن كرونيك نون سبيسيفيك؟ لا يا ابني، هتلاقيها هارد بروجريسيف، في الاول بينلس بعد كده بقت بينفول، في الاول موبايل بعد كده بقت فيكس. مش هستنى اي هارد ليمف نود يا حبايبي، اقلق منها. مش هتشوف هارد ليمف نود الا في ميتاس غالبا. هو بقى كالسفايد الكلام مرير الكلام النظري يعني. طيب الليمفيديما اكتب مهم نظري، وجات قبل كده كذا مره لكن مش كتير. الليمفيديما ديفينيشن، دي قصه معايا لازم احكيها لك. كنت
في بكالوريوس طب زيكم كنت سنه خمسه، احنا عندنا كان بكالوريوس خمس سنين عشان كان في سنه اعدادي، انتوا سته. ليه؟ لان احنا خدنا سته ابتدائي، فدي ياخد سته ابتدائي ما ياخدش سته في طب. اما اللي انتوا ما خدتوش سته ابتدائي فتاخدوا سته، يعني فاهمين القصه دي؟ طيب. فانا كنت موجود، وبعدين دخل واحد يشرح فقال كلمه الانفديما كذا مره، زي ما قلنا في الاسم دلوقتي ما اعرفش القصه دي، انا وانا عارفها واخد حقي في يوم من الايام. فانا رفعت ايدي بكل عصبيه زي الطلبه العصبيين، قلت له فندم. قال لي يا ابني. قلت له يعني ايه الانفديما حضرتك؟ قال لي لما تذاكر تبقى تيجي. بس اصلك يا اولاد ما تعيطوش، ما تعيطش يا ابني ما تعيطش. نزلت ايديا من فوق لغايه تحت، وكل السكشن بيتفرج عليا وبيقول لي لما تذاكر تبقى تيجي. كانت صعبه قوي. وبعدين في يوم من الايام فتحت اذاكر الانفيديما، لقيت ايه الديفينيشن؟ كرونيك ايديما سكندري تو لمفاتيك اوبستراكشن. تصور مين فيكم يا ولاد عارف شعر واوزان الشعر وبحور الشعر؟ انا عارف. اللي عارف بحور الشعر لما تذاكر تبقى تيجي نفس الوزن بتاع كرونيك ايديما ديو تو لمفاتيك اوبستراكشن. تصور يعني في الوقت اللي قال لي فيه لما تذاكر تبقى تيجي كان يقول لي كرونيك ايديما ديو تو لمفاتيك اوبستراكشن. عشان كده يا ولاد لو سمحتوا الديفينيشن اوف لمفيديما من دلوقتي لاخر عمرك، لما اقول لك ايه ديفينيشن لمفيديما في امتحان في شفوي تقول لي لما تذاكر تبقى تيجي. وهذا الانسان في يوم من الايام ان شاء الله هعرف ارد لكم عليه. طب يا حبايبي ده ديفينيشن. السايتس فين؟ في الليمبات. اشهر مكان لور الليمب، وهتعرف ايه بعد شويه. ابر ليمب بعد راديكال ماستكتومي مشهوره جدا. الفالفا وبريست، البريست خدنا زمان بودورانج من نوع من الليمفيديما. الايتيولوجي كونجيتا الليمفيديما، مولود كده عنده هايبوبليزيا، مفيش اسف ابليزيا او ليمفاتكس او هايبوبليزيا يعني ليلة او فاريكوز ليمفاتكس زي فكره الفاريكوز فينز، ليمفاتكس دايليتد الونجيتد تورشوس، فالليمفاتيك درينج مش كويس. فعند العيان دون فاريكوز ليمفاتكس مش معنى كونجينتال انها شرط بريزنت سينس بيرث. عايزك تبقى تجمع لي مره وانا اجمعها لك في يوم من الايام ايه حاجات كونجينتال ودازنت بريزنت سينس بيرث. خد منهم شويه دلوقتي. البرانكيال سيست، الثاير جروسر سيست، الليمفيديما بريكوكس وتاردا اللي معانا دلوقتي، ويفرح قوي لما تقولهم عشان دول في نظره بعيد قوي. طيب المهم يا حبايبي، الليمفيديما كونجينيتا سينس بيرث، الليمفيديما مع البيوبرتي بريكوكس، الليمفيديما تاردا تحصل مع الادلت لايف. طب بتحصل ازاي؟ هو كان عنده هايبوبليزيا فكان شويه الليمفاتيكات اللي عنده مكفينه، لا بدا ينزل يلعب وتشقى في الشارع ويتعور، تقفل الليمفانجايتس، تقفله الهايبوبلاستيك ليمفاتيكس دي فيحصل له الليمفيديما. امال اكوايرد؟ اكوايرد تروماتيك، واحد عور واحد سيركمفرنشال، مسك المطوه وراح لف على رجله سيركمفرنشال. عبد الحميد بتاع الجماليه احسن واحد بيضرب مطوه في مصر، يقدر بالمطوه يعمل سيركمفرنشال وونز من غير ما يرفع ايده عن رجل العيان، يعني اضلعه البنطلون وهو بالمطوه. انا عايز ادردش شويه في الليمفاتيك سيستم عشان نفهم القصه دي. احنا في الفينس سيستم قلنا ان السوبرفيشال سيستم ده عدد لا نهائي ما تقلقش عليه، ومشكلتنا في الديب سيستم ده اللي عدد محدود او يمكن بيرسى على واحد بس، وده لو حصل تبقى مصيبه. عشان كده دي في تي مهمه، سوبرفيشال ثرومبوفلوبايتس مش مهمه. هنا العكس يا ولاد، ديب ليمفاتكس كتير جدا، مصيبتنا في السوبرفيشال ليمفاتكس. الدرينج من الديب للسوبرفيشال مش زي الفين، من السوبرفيشال للديب. السوبرفيشال ليمفاتكس كل ما تعلى يزيد العدد اللي هي القليله، لكن يزيد العدد، بعكس الفين كل ما تعلى يقل العدد. وضحت كده؟ فانا اذا تعورت سيركمفرنشال ووند وصل لغايه بس ما اخترقش الديب فاشيا، هو ده يعمل انفيديما. سيركمفرنشال بيرن يعمل انفيديما. لا، في بقى تروماتيك اهم من كل دول، ان انا دخلت في عمليه انا اللي شلت الليمف نود، سيرجيكال تروما.
وفي حته لما كنت في البريس نسيت اشرحها ووعدتك لما تيجي هنا تلاقيها. واحده عملنا لها موديفايد راديكال ماستكتومي، فضينا اكزيلاري نودز ميديا للاكزيلاري فين، وسيبنا اللاترال عشان اللاترال دول بتوع مين؟ بتوع الابر لمب. جالها بوست اوبرتيف لمفيديما، دي كومبليكيشن رزله جدا جدا. في واحده تهمني قوي عندها كومبليكيشن دلوقتي مقطع قلبي، مش من ايدينا لكن هي دي، وعلى فكره مش شرط تكون اتجرحت. ايه بقى يا سيدي اللي يعمل بوست اوبرتيف لمفيديما بعد راديكال ماستكتومي؟ ان انت سخن معاك الميزامبلي، اخطر حاجه يسخن معاك الميزامبلي، فقاعد فرحان في العمليه شلت ميديا قمت داخل لاترال شايك. اتنين اكزيلاري فين ثرومبوزس، ده يعمل اديما مش لينفيديما، لكن هيلخبطك في الايرلي ستيجز، خاصه لما اقول لك دلوقتي ان الايرلي ستيجز لينفيديما بيتنج اديما عادي. ثلاثه لا يا فندم، انت لما شلت وسايب بقى شويه لينفاتكس قليله للابر لمب، لما خدت راديو ثيرابي الست على الاكزيلا قفل الراديو ثيرابي شويه لينفاتكس، عشان كده بطلنا ندي راديو ثيرابي للاكزيلا اللي انا فضيتها خلاص من الليمف نودز. أربعة لا، الست دي يا سيدي الكل بعد ما انت عملت العملية وخفت لكن دخلت المطبخ وسلك مواعين وغسيل وخناقات مع جوزها وضرب في وشه تتعور، ومع كل مرة الانفنجايتس زي فكرة الهايبوبليزيا بتاعت الليمفاتكس، فمع الوقت جالها الانفيديما. عشان كده الست دي بنقول لها رجلك ايدك جوهرة، الايد بتاعت الماستكتومي دي ممنوع نركب فيها كانيولا، ممنوع ما تتلمسش، هتخش المطبخ تلبس جوانتي. دي تالت جوهره على فكره في منهجنا، رجل الكرونيك اسكيميا، رجل الدايبيتكس، وايد الماستكتومي. طب اذا حصل كده يقول لك ايه البروفيلاكس، مكتوب عندك بقى ايد الجوهره اكتبها ونتجنب ريديو ثيرابي. اذا حصل هتفهم دلوقتي حالا كلمه ديفيكالتي دي، لما كنت بفتكرها في البريست كنت اقول لهم ديفيكالت، وهتفهموا ديفيكالت لما تروحوا للانفيديما. وده اللي خلى موضوع الانفيديما مش كومن اللي يجي في الامتحانات يا حبايبي، في الاخر في الواقع هتكتشف مالوش علاج لما اخلص كلامي. طيب يبقى تروماتيك انفلاماتوري، اشهر سبب على الاطلاق الانفيديما في مصر فيلاريزيس، احنا انديميك واتكلم عنها كتير دلوقتي ان شاء الله. فيلاريزيس، لا لينفانجايتس سواء سبيسيفيك تي بي او نون سبيسيفيك لينفانجايتس، نيوبلاستيك لينفومز، ميتاستاتيك لينف نودز، لينفانجيو ساركوما. الحقيقه هقول كلام اكتبوا الكلام ده في الامتحان، لكن ما يعملش الانفيديما من الاخر كده الا الميتاستاسيس، الليمفوما غالبا ما تعملش الانفيديما. طيب ده الايتيولوجي الانفيديما. الباثولوجي، لو تخيلنا يا حبايبي ان دي رجل كده ودي سوبرفيشال لمفاتكس بدات تبقى مقفوله من فوق فديستندد، بدا يتجمع لمف هنا، اول خطوه بيتنج ايديما. اتنين وتلاته دول اوفرلابت يعني مع بعض، مش ستيج بعد ستيج. حتى انا مش حريص ابص وراجع لك انا كتبت انهي اتنين انهي تلاته. بدا اللمف يزيد قوي هنا، بدأت الليمفاتكس تفكر انها تفرقع فتطلع على الشارع وتعمل فيزيكلز، والفيزيكل تفرقع فتنقط ليمف من بره، ليمفوريا، يتفرقعها على جوه والليمف نفسه يكتر ودي انديوس فايبروزيس، فنتحول من بيتنج الى نون بيتنج إديما. يبقى ليمفوريا ونون بيتنج إديما تو ستيجز. رابع ستيج، النهارده الليمف ده سب كيوتينيوس فيري ايريتنت للسكين، بدا السكين يحصل له هايبر بليزيا ويكبر، يحصل له هايبر كيراتوزيس وكالوزيتس ويتخن بقى شكله فظيع، لا ده بدا يطول، فلما طول الرجل ما طولتش، فبقى عامل كده يقول لك فرز. يبقى فرز كالوزيتس ثيكند وورتس، فيبقى شكله زي رجل الفيل، وعشان كده تسمى اليفانتيزيس. اكتب في الصفحه الفاضيه، هل كل الانفيديما اليفانتيزيس؟ لا، والدليل قدامك. طب هل كل اليفانتيزيس الانفيديما؟ لا، والدليل اليفانتيزيس نيوروفايبروماتوزيس. طيب
انا اسف قوي يا اولاد، هرجعكم البريست تاني الحته اللي نسيت اشرحها، في مستطيل تحتيها شويه النبيز كده، النبيز، فبيقول لك انه لو حصل على الليمفيديما ساركوما اسمها ستيوارت تريفز ديزيز او سندروم. ست مسكينه كانت بريست كارسينوما وخفت وجالها الليمفيديما والليمفيديما قلبت ساركوما. سؤال اكتبه، شافوا هناك في البريست عملت راديكال مستقبل الواحده، جالها ايديما ايرلي بوست اوبرتيف احسن ولا ليت؟ لا اللي بدري احسن، لان الليت تحتمل في الاحتمالات ريكارنس اوف مالجنسي في الليمف نودز في الاكزيلري نودز، فالليت لينفيديما تقلقني يكون حصل ريكارنس اوف مالجنسي. يعني ايه براوني ايديما؟ براوني ايديما دي براوني يعني ناشف مش يعني بني، دي مرحله بين البيتنج والنون بيتنج، تبقى الايديما هارد لكن ستيل بيتنج، تبقى هارد لكن ستيل بيتنج. فدي بس بعض الحاجات الشفويات ممكن تتسال، مش في كتاب الاسم لكن شفويات مهمه. نرجع خلصنا الباثولوجي، ايه اللي بيحصل بقى في الليمفيديما؟ الليمف ده اولاد كلتشر رائع للستريبتس، يحصل ستريبتوكوكال انفكشن، يقوم الانفكشن دون يبتدي يعمل فايبروزز جديد، يقفل مور ليمفاتكس. مع كل اتاك ستريبتوكوكال انفكشن، احفظوا كلامي ده، الليمب كان طبيعته كده بقى كده، حصل ستريبتوك، خلي كده الانفيديما اسهل عشان المثال، كده الانفيديما حصل ستريبتوكوكال انفكشن بقى كده، خف الانفكشن، ادينا انت بنسال ان ستريبت وخف العيان، رجع يرجع طبيعي؟ لا يرجع، قصدي الانفيديما زي الاول؟ لا يرجع اكتر من الاول. نسميها ايه دي؟ نسميها بارشال ريميشن. هي دي مصيبه الانفيديما. اذا بدات القصه، بدات هذا السيكونس لا يتوقف، هتعرف بعد شويه مني في الوشيراريا بانكروفتي اللي هي بتاعه الفيلارييزس، الله يخرب بيتها الفيلارييزس، وما تدورش على كلامي هاخدك له دلوقتي. الفيلارييزس الوشيراريا بتقفل انجوانا الليمف نودز، تحب انجوانا النودز، نظريات مش فاهمين ليه، فالعن يجيب يجي له الانفيديما لور ليمب، او بدا الانفيديما القصه دي مع اول ستريبتوكوكال اتاك، الوشيراريا خلاص خلصت دورها، عارفين اموت اعيش ما يهمنيش، هي اللي غنتها اول واحده، مش فارق معاها عايشه او ميته، هي دلوقتي بدات القصه، تقول تنده ولادها، تقول يا ولادنا خلاص ضيعت رجل العيان، اموت وضميري مستريح. ولذلك حته عميقه جدا، واحد عنده فيلارييزس جاله الانفيديما لور ليمب، بدات القصه خلاص بقى، انت النهارده هي عايشه ميته، الستريبتوكوكال مكمله القصه واتاك وتزيد وخلص الموضوع، وعشان كده دي احيانا بروفيلاكسز للستريبتوكوكال انفكشن، ما تدورش على كلامي هجيله واحنا ماشيين في السكه، بس عيش القصه. العيان ده وان جيت بعمل له انا نايت فيلم، لقيت عنده مايكروفيلاريا، مايكروفيلاريا يعني السبب فيلارييزس وعايشه، عدم وجود مايكروفيلاريا يبقى ممكن يكون السبب فيلارييزس وماتت في الليمف نود، لكن عايشه، اعالج الوشيراريا ولا ما عالجهاش؟ بعالجها، حاجه اسمها داي ايفايل كربامازين، مش فاكر الدوز بتاعته، مش عايز افتكرها ولا عايزك تذاكرها. طب لما اعالجها وموتها العين يتحسن؟ لا خالص. امال بنعالجها ليه؟ عشان الكوميونتي، عشان المجتمع، عشان الانسانيه. بس هتقول لعيانك انا بعالجك عشان الانسانيه، في ناس كتير عندها حقد على الانسانيه، فاقول لك ليه بقى انسانيه ليه؟ تقول له اصل انت دلوقتي عندك دوده وبتطلع مايكروفيلاريا، ودي ممكن الموسكيتو كيوريكس بايبينز تاخدها منك تنقلها لجيرانك. يقول لك والله انا كويسك قلت لي ده، يعمل غيه كيوريكس بايبينز عنده، هيعملها غيه، وكل يوم بالليل عند الساعه 12 وقت ما المايكروفيلاريا في السماء يطلعهم يقرصوه ويطلعهم على الجيران. لكن في الواقع احنا بنعالج الوشيراريا بانكروفتي الاكتف فيلارييزس فعلا بس الانسانيه، اما العيان لا يتحسن، فرقش حاجه. طيب يبقى ده الباثولوجي، مبروك. ايه بقى باثولوجيكال تشينجز؟ الحقيقه يا جماعه ده عنوان مايس في كتاب الاسم بس جبته خلاص. السويلنج يعني الايديما لور ليمب، سكين تشينجز اللي كلمتك عنها. وعلى فكره سكين تشينجز دي مش بروميننت في حالات الكونجينيتال الانفيديما. ليه؟ ما عندكش ليمفاتكس دايليتد شايله ليمف كتير يحصل ستريبتوكوكال انفكشن بس. لكن اوضح في الاكوايرد. ايه الكومبليكيشنز؟ اطلع رقم واحد الشهير، ورقم اربعه الخطير. ودايما اذا سالت اي كومبليكيشنز اوعى تنسى الاثنين دول الشهير والخطير.
الشهير ريكارنت ستريبتوكوكال انفكشن، الخطير لينفانجيوساركوما. الاثنين بقى هيوج ديسيبلنج لمب، هتشوفوا عيانين عجب يقطعوا قلبك مش عارف تتحرك. والالسرز، الالسرز هنا مش كومن زي الفينس سيستم. ليه؟ لان الفاسكولاريتي للسكين طبيعيه، ارتري رايح فين مرجع. فرغم السكين شكله فظيع زي الفيل، لكن ألسر زيري تقولي والفيزيكلز دي حاجة ألسر صغيرة وبتقفل بسرعة. فالإنفيديما ألسرز مش كومن زي الفينس ألسر. ديفرنشال دايجنوز أذر كوزيز أوف سوولن لمب موجودة في كتابنا الكلينيكال، لكن يهمني هنا قوي أهم ديفرنشال دايجنوزيز البوست فليبتك لمب. ممكن تكتب في الصفحة الفاضية جدول ناحية بوست فليبتك وناحية الإنفيديما. البوست فليبتك لمب في هيستوري دي في تي، هناك مفيش. البوست فليبتك لمب في حاجه اسمها الانكل كريز، تلاقي عند الانفيديما رجله قد الفيل لكن العيان ما يغيرش الخلخال، الخلخال حجمه سليم هو هو. بريزيرفد انكل كريز ليه بالمناسبه؟ انا قلت لك زمان مشكلتنا في السوبرفيشال لمفاتكس. الانكل كريز السكين هنا ادهرنت للديب فاشيا وبالمناسبه والريست كريز. فالليمفاتكس بتاعت الانكل كريز دريند على الديب ليمفاتكس اللي هي ما فيهاش مشكله، وكذلك الريست كريز. طيب انما في الدي في تي نوت بريزيرفد. هيستوري دي في تي قلنا خلاص، الالسرز هناك مور كومن، البين الدي في تي بينفول، البوست فليبتك لمب بينفول، بين فظيع ولما يمشي ولما يدلدل رجليه، هنا بينلس. ريكارنت انفلاميشن هنا كومن، هناك مش كومن قوي سوبرفيشال ثرومبو فيليبايتس زي ستريبتوكوكال انفكشن هنا. هنا اكتر في انديميك ارياز، هناك لا ملهاش علاقه بالانديميك ارياز. هناك الاديما غالبا بيتنج، هنا الاديما غالبا نون بيتنج. حيرتنا يا اتش، لا اهدى. اي كرونيك اديما، واكتب الكلام ده في الصفحه الفاضيه، باي تايم تبقى نون بيتنج. لكن النهارده الفينس اديما عشان تبقى نون بيتنج عايزه 20 سنه. طب ودي عشان تبقى نون بيتنج عايزه سنتين ثلاثه. فدي غالبا نون بيتنج والثانيه غالبا بيتنج. دي جدول للتفريق بين الاثنين. بقيه الاسباب انت عارفها، الايفي فيستو لوكال جاجاتيزمو كبرنا، الفانتيز نيورو فايبروماتوزيس. طيب كلينيكال بيكتشر، مش هقول بقى. عيان في انديميك اريا بتاع فيلاريس، جيزه دمياط اسيوط. العيان يجي له ريكارنت اتاك ستريبتوكوكال انفكشن وذ بارشال ريميشن. السكين تشينجز اديك عارفها، بريزيرفد انكل كريز وعرفت ليه. ال بيكتشر بقيه الكومبليكيشنز صح. الليمف نودز اخبارها ايه؟ يا كرونيك نون سبيسيفيك يا حاجه اسمها فاريكوز ليمف نودز. ارسم معايا، بصوا يا حبايبي، ادي الليمف نود اهي، كورتكس مضل، ادي الافرنس، ادي الافرنس. عارفين الوشراريه بتقعد فين؟ بتبات هنا. ادي الوشراريه بايته قافله الافرنس، فالليمف بيخش ومش عارف يخرج. فالليمف نود دي معاه احد صورتين، يا كرونيك نون سبيسيفيك من الانفلاميشنز، اما بتستند بالليمف فبقت عامله كده كبيره وسيستك، لارج لوبيوليتد سيستك، بنسميها فاريكوز ليمف نودز. الفلارييز بتيجي في حته ثانيه في جسمنا، فصح تلاقي اذر فلاريال مانيفستيشنز زي فلارييزس في الكورد، ابديدمو فونيكيولايتس، في الكايلوسيل، كايلوس اسايتس، في اذر سايتس اوف جسمنا تلاقي فيلاريزس. انفستيجيشنز نايت فيلم عشان مايكرو فيلاريا، لان انا لسه ما كلمتكش عن فيلاريزس. خلاص اشهر سبب في مصر، تطلع بالليل نعمل انترا ديرمال تيست عشان خاطر نشخص برضه وشيريريا ممكن تكون ميته وموجوده. طيب اخد لينف نود بايوبسي مش عشان بس فيلاريزس، لا ده هتكون لينفوما، لا تكون ميتاستاتيك ليمف نود، يكون عندي مصيبه موجوده هنا. اعمل ليمفانجيوغرافي. ازاي نعمل ليمفانجيوغرافي؟ ركزوا قوي عشان محتاج اشرح شويه. انا لما كنت بعمل فينوجرافي زمان في الفينا سيستم، ده الفوت اهو، الفين قدامي، بحط كانيولا واحقن. طب انا النهارده ادي رجل العيان، فين الليمفاتكس؟ مش شايفها.
اقوم جايب ماده هاي موليكولار ويت بتمشي في الليمفاتكس وليها لون اسمها بيتنت بلو. اكتب ده في الصفحه الفاضيه. نحقن سنتي بيتنت بلو في الفيرست ويب في الرجل هنا فيرست ويب. هيقوم الليمفاتكس تاخده. مين شاطر يقول لونه ايه البيتنت بلو؟ برافو لونه بيتنت. لا يا ابني لونه بلو صح. الاقي الليمفاتكس اتلونت بلو اروح اجيب جراح. امال انت مين؟ بتاع اشعه. انت فهمت غلط، انا بشرح اشعه دلوقتي. اجيب جراح يوم يعمل انسيجن على الليمفاتيكايه دي ونجيب كانيولا رفيعه جدا نكانيوليت الليمفاتيكايه ونحقن ماده اسمها ليبيودول تمشي في الليمفاتكس واصور ليمفانجيوجرافي. طب ما ايه رايك؟ ما نعمل حاجه اسمها ليمفو سينيتيجرافي. لما تسمع كلمه سينيتيجرافي يعني حاجه ايزوتوب سكاننج. في يوم من الايام اشرح لك احنا بنعمل ازاي اي حاجه ايزوتوب ستادي. اسمعها مني بسرعه دلوقتي ونقولها بعدين بالتفصيل. انا بستخدم غالبا ماده اغلب حالاتنا من ماده اسمها تكنيشيوم 99 ام. التكنيشيوم ده لو انا حقنته دلوقتي تحت الجلد يمشي في ما اعرفش يمشي في الفين يمشي في الليمفاتيك ما يبانش. طب انا عايز اديه في الوريد وعايز استضي بيه كدني. ايه اللي يوديك كدني؟ ما اعرف هروح كل حته. فانا بعمل ايه في التكنيشيوم؟ بجيبه واروح حاطه على شيال. الشيال ده ما بيبانش في الاكس راي بس مست الشيال ده هو الشيال ده بيروح حته انا عايزها. فلو انا عايز استضي كدني ابتدي احط التكنيشيوم على ماده اسمها ديمزا دايمر كابتو ساكسينيك اسيد فتروح الشيال ده الدمزه تاخده على الكدني. طب انا عايز استدي ليفر هايدا يبقى الهايدا دي احط وتسمت بقى مش بالتكنيشن تسمت بالشيال فنسميها هنا دمزه سكان هنا هايدا سكان لا هنا الليفر ده هايدا سكان والكدني دمزه سكان الى اخره. طب انا النهارده هجيب التكنيشن من الشيال كولويد. الكولويد بيروح الليمفاتكس هاي موليكولار ويت واقوم حاقن التكنيشن بالكولويد سب كيوتينيوس واسيبه. الكولويد هيمشي في الليمفاتكس وانا اصور بقى الراديو اكتيفيتي على الليمفاتكس. الليمفوسينتيجرافي ميزتها انها نون انفيزيف مش زي الليمفانجيوجرافي اللي جبنا جراح وفتح بالمشرط. التريتمنت كونزرفاتيف خلع عني البس رباط ضغط عشان ايه ما تورمش مش هتورم خلاص ما الليمف مش لاقي سكه يمشي سب كيوتينيس. قال لو حصل ستريبتوكوكال انفكشن اديله بنسلين لو متكرر لونج اكتنج بنسلين فيري افكتيف ان يوقف البروجريس. لو في اكتف فيلاريزس ادي ضائع ايثار كربمازين للانسانيه. طب ايه السيرجيكال تريتمنت وايه اللي جابها للجراحه؟ بص يا اولاد اول عندها ثلاثه جروبس من العمليات وارجو ما يضحكش عليا العين ده وكانه حقل تجارب للناس كلها انها تجرب فيه. فيسيولوجيكال يعني انا عندي اوبستراكشن دلوقتي اسلكه ارسم معايا وهتلاقي الشرح وكانها بنتكلم على الفيلاريزس بالذات صح ما اغلب حالاتنا. يلا يا سيدي ادي ليمف نود ادي افرنس ادي افرنس ادي فين ياها اللي جاب الفين. هقول لك مش الليمف ده كله في الاخر بيروح فينا السيستم. بص يا سيدي اول احتمال مايكرو ليمفاتيكو فينس ما اعرفش دي رقم كام عندك رقمها يعني اخد ليمفاتيكايه دي اخيطها فين في الفين. لا مايكرو ليمفاتيك ترانسفير اجيب ليمفاتيكايه نورمال من الرجل الثانيه واعملها باي باس زي الفاسكولار. مايكرو ليمفاتيك ترانسفير لا ليمفو فينس شنت. ايه ليمفو فينس؟ اخيط الليمف نود نفسها مش كانت فاريكوز من شويه اخدها كات سيكشن واخيطها في الفين ليمفو فينس. لا ده امره حاجه عجيبه جدا قال لك حاجه اسمها عملوا حاجة عجيبة جدا اومنتال فلاب. ايه الاومنتال فلاب؟ قال لك انا هجيب الاومنتم فتح بطن العيان شايفين حزام بطنه ده؟ ده انجوانا ليجمنتس مثلا يعني
وراح جايب الاومنتم معديه من تحت انجوان الليجامنت وحطه في الثاي جوه بيديكل طبعا بالبلاد فيسل بتاعته عشان يعيش وسابه. قلنا له انت بتحب بايه؟ قال ولا حاجه انا كده حطه سبكيوتينيس يشفط هيشفط اي لينف موجود. كلام هبل عيان حقل تجارب. واحد تاني قال لا انا مش هعمل كده انا هجيب حته انتست اهي وادي الميزنتري بتاعها. طبعا بقيه الانتستن اللي قص منها دي وصلها ببعضيها اوعى تنسى. خد الحته دي وراح فاتحها عملها كده بقى مفتوحه وبعدين راح واخدها معديها من تحت انجوان الليجمنت وادي ميزنتري معدي كده. وقال بقى انا هعمل ايه كده؟ كده انا وصلت الانتستن لتحت سبكيوتينيس عشان الليمفاتكس انتستن تشفط الليمف توصلها لفوق. انتيرو يعني انتستن، ميزنتريك يعني ميزنتري موجود، بريدج يعني كوبري اوبريشن. اكتب على عمليات الفسيولوجيكال عايز عنوانها بس. ارجوك عنوانها، انا شرحتها عشان تعرف تحفظ العنوان. اومنتال فلاب اوبريشن، انتيرو ميزنتريك بريدج اوبريشن، مايكرو ليمفاتيك وفينس، مايكرو ليمفاتيك ترانسفير وليمفو فينس. طيب امال العمليات الثانيه اكسجنال، في حاجه نسيت اشرحها لك من ساعه ما بدانا. اوعى اوعى ضميرك يأنبني مني يأنبك مني. اسمعني يا حبيبي، لو خدنا كات سيكشن في رجل حد كده ادي دي فاشيه ادي سكين، لو ده حصل له الانفيديم تلاقي المنظر كده، دي فاشيه نفس الحجم وادي المصيبه الكبيره يا خبر. الانفيديم اساسا يا اولاد سكين سبكيوتينيس تيشو، لان الاستراكشرز دي بالديب فاشيا مع الديب ليمفاتكس بتاعتها حل مشاكلها. لو انا النهارده عملت فيسيولوجيكال اوبريشن حليت مشكله الليمف جدلا بالطريقه دي، هذا الثيكنس هذا الفايبروزس السكين الرافند سكين هيروح فين؟ اول حاجه عشان كده الفيسيولوجيكال تعمل ايرلي. طب ما الايرلي ماشيه كونزرفاتيف، فهمتوني يا حبايبي؟ امال الليت مالكش غير اكسجنال. ايه بقى الاكسجنال؟ احد عمليتين، يا تشارلز ده جزار، تشارلز دخل راح قص دي كده شال دي وشال دي شالها خالص وراح جايب فلاب جرافت اسف سكين جرافت حط سكين جرافت كده مبروك وروحنا العيان وجي مرة تانية شلنا له حتة تانية وجي مرة تالتة حتة تالتة ومرة رابعة حتة رابعة أو خلص على ثلاث مرات. المهم إن أشيل حتة أقدر أغطيها بجرافت من الناحية التانية والعيان رجعت رجله جميلة جدا جدا. لا مش جميلة، ما هو لسه الليمفاتيك أوبستراكشن. بس أقول لك للأمانة أيوة الليمفاتيك أوبستراكشن بس عيني عليه بقى في كونزرفاتيف محترم كريب باندج طول عمره واخد بالي من ستريبتوكوكال انفكشن. الحقيقة تشارلز ممكن. طب امال التاني اسمه سيسترانك فين؟ اكتب سؤال شفوي فين سيسترانك في الجراحه؟ هنا وعمليه الثايروجلوسال سيست وسيسترانك اوبريشن فور هايبوسبيدياس اوبسوليت. طيب مش هو على فكره مش واحد سيسترانك عمل ايه؟ او يمكن واحد يقول انا ناسي. طيب سيسترانك شال حته صغيره وخيطها برايمري، شال حته صغيره. طبعا ده هجيب العيان سبع مرات، التاني هجيبه ثلاث مرات، يبقى صار اكسجن وبرايمري سوتشرز، التاني اكسجن وجرافت. تومسون عمل حاجه اسمها سويسرول اوبريشن. ليه اتسمت سويسرول؟ انا مش عايزك تعرف تومسون ولا تفهمه مني خالص، لكن تومسون اعرف تومسون سويسرول. قال دي كومبايند اكسجنال اند فيسيولوجيكال، والبعض يقول لك ايه احسن واحده فيهم قول له تومسون. خلاص لكن تومسون زباله برضه، ده دهبل. عمل ايه تومسون؟ ما شفتش حد عملها على فكره. ادي رجله انا راسمها لك تومسون عندك. ادي اهي عمل كده. ادي يا سيدي دي اللي هي كانت هنا. حلو راح شايل عمل اكسجن لدي كلها. يبقى دي اكسجنال كويس. راح عامل شيفنج السكين، خلى السكين دون من غير ابيدرمس، خد الحته دي لفها لجوه كده
فبقى المنظر كده زي ما مرسوم عندك. عايز يقول بقى ان الحته دي هتعمل له باث واي من الديب لينفاتكس، من السوبرفيشال لينفاتكس للديب لينفاتكس. يبقى في حته فيسيولوجيكال اني ادرين بيها السوبرفيشال للديب لينفاتكس، وحته اكسجنال. ما انا شلت الحته دي كلها تومسون او سويسرول. انا رايي تعلموا عمال السويسرول يا بنات اهم مليون مره ما تفهموا تومسون دي. عارفين بتعمل ازاي ولا لا؟ كيكر رفيع خالص، وبعدين تيجي مربى جواها وتلفوها، فاهمين ولا اشرح لك؟ وبعدين مربى من بره وتجيبوا لب وسداني. لو انت ست على قد حالك كويس لب وسداني، مش شرط مكسرات، وتدحرجي الكيكه عليها وتقطعيها شرايح وتقدميها لعريسك. عريسك هياكل الشريحه، اللب هتقف يبدي ازاز اللبه، تلاقي قاعده جميله جدا. نقزقز لب، ناكل سويسرول احسن 100 مره من زفت تومسون ده. يلا يا حبايبي اكلمكم عن موضوع مهم قوي قوي شفوي لحياتك، ويمكن يجي سؤال نظري صغير. الفلاريزس وشيريا بانكروفتي انديمك في حتت خلاص، اللايف سايكل بتاعتها مهمه جدا. شفيها سؤال مشهور قوي، يقول لك ايه هي يا ابني الانفكتيف ستيج وشيريا بانكروفتي؟ فانت تقول انفكتيف ستيج مايكروفيلاريا، اوعى إيه تقول كده. المايكروفلاريا دي بتطلعها الوشيريريا بالليل من 10 ل 2 الصبح، قمه اللعب في السيركيوليشن الساعه 12 بالليل. خلاص تاخدها الكيوريكس بايبينز، الفيميل كيوريكس بايبينز، تاخدها تتحول جواها الامبريو فيلاريا. الامبريو تحقنها في حد تاني، هو ده يبقى الانفكتيف امبريو. اما لو كان الانفكتيف ستيج مايكروفلاريا كان الريجولو فيلاريز مين؟ الكيوريكس بايبينز، تبقى هي اللي رجلها تخينه كده وفيها بريزرفت كريز. بيقول كلمة مهمة زمان، أنا ساكن في الهرم وبيتي ده بسجل لكم من الهرم، مش هقول لكم فين طبعا. فمرة شفت زمان حتة فريز بتكلمني الهرم انديميك، وكان زمان في كتير قوي قوي ناموس في الهرم أكتر من دلوقتي، ودلوقتي كتير برضه. طيب فتعقدت يا حبايبي، كنت أي ناموسة تقرصني أجري وراها موتها، بالذات لو ناموسة في ميل. طيب لو ميل أسيبه يقرصني خلاص. فلغايه ما ربنا كرمني وانا في الماجستير قريت الجمله دي، ان فيري هيفي انفستيشن لازم عشان الفلاريزس. مش عايز اقول لك مثلا لو خدنا ليفوندوبسي انجوايدر من ناس كتير قوي في مصر قد نجد عندهم وشيريريا موجوده عندهم ويمكن ميته في جسمهم، لكن ما عملتش الانفيديما. عشان نعمل محتاجين فيري هيفي انفستيشن. مكتوب لك بقى الجمله الجميله انها دورها تبدا القصه، فاكتب عندها اموت اعيش ما يهمنيش. شكرا شكرا، يا رب يخليك وافرح بيك واطمن عليك.